ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية أرحب بمراسلنا من بغداد معتز أيوب. صباح الخير معتز. صباح الخير لك إسماعيل ولكل مشاهدينا الكرام. معتز، يعني تابعنا أخبار اليوم في ظل الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان، ما الجديد فيما يخص هذا الموضوع؟ نعم، بكل تأكيد هنالك أقاويل وأحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، خصوصا في هذه الفترة الأخيرة، وهي انتخابات إقليم كردستان بعد الشد والجذب والرجوع إلى المحكمة الاتحادية وتنافر الأحزاب بينها في إقليم كردستان. كان لابد أن يكون هنالك قرار ملزم وبات من المحكمة الاتحادية حول هذه الانتخابات. المحكمة الاتحادية بالتالي أقرت يعني إجراء الانتخابات بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، وكذلك إلغاء كوتا الأقليات، الأمر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، وأكد أنه لا يمضي في هذه الانتخابات. دائما ما تكون العملية السياسية في إقليم كردستان وكذلك العراق هي متصدعة يعني بين الأحزاب السياسية، الخلافات السياسية تضرب مجموعة من المصالح يعني وتؤثر على الشعب والمواطن. بكل تأكيد هنالك خلافات كبيرة حول هذا الموضوع، الجميع كان ينتظر أن يكون هنالك لقاء بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد نجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان، وبالتالي حدث هذا اللقاء قبل يومين، وكان هنالك تفاهم وانتهاء من هذا الموضوع حول صيغة يعني الانتخابات والتفاهم وورقة تفاهمية بين إقليم كردستان وبغداد. وبالتالي بعد ذهاب السيد نجرفان برزاني الى اربيل بدات ايضا تظهر هنالك بوادر للخلافات، ولا يوجد هنالك انتخابات داخل اقليم كردستان، ويبدو ان الحزب الديمقراطي سوف ينسحب منها وما الى ذلك. هذه الاقاويل والاحاديث تتكرر، لكن لحد هذه اللحظه وحسب يعني المحكمه الاتحاديه بان يعني الانتخابات هي جارية وفي موعدها المحدد، فقط على الأحزاب أن تكون مشتركة. أما إذا انسحب الديمقراط الكردستاني وهو الثقل الأكبر للعملية السياسية في إقليم كردستان بالإضافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، سوف تكون هنالك خلل بالتوازنات يعني السياسية في إقليم كردستان، خصوصا هنالك أجندات خارجية فعالة تحاول النيل من إقليم كردستان بقصفها المتكرر من قبل النظام التركي، وأيضا بعض يعني حقل كورمو في السليمانية أيضا تم قصفه وما إلى ذلك. كل هذه الأمور تأتي قبل الانتخابات من أجل زعزعة الأوراق السياسية وخلط الأوراق السياسية بين الشركاء السياسيين وجعلهم فرقاء سياسيين من أجل تنفيذ مصالح ومكاسب ومغانم الدول الخارجية. طيب معتز، إلى موضوع آخر اليوم، يعني عدة أشهر على شغور مقعد رئاسة البرلمان العراقي، ولكن فيما يخص البرلمان كتل نيابية جديدة بدأت تظهر بشكل متتابع وسريع داخل البرلمان، وذلك بعيدا عن التحالفات الكبيرة التي دخلت قبة البرلمان بشكل رسمي. ما أهداف هذه الكتل الجديدة؟ نعم، بكل تأكيد الأمر الواضح لحد هذه اللحظة في السياسة العراقية هو الخلافات على منصب رئيس مجلس النواب العراقي بعد إقالة رئيسه السابق السيد مسعود الموسي. كان هذا يعني بالعرف السياسي والتقليدي في العراق قتل العملية السياسية منذ 2003 ولحد هذه اللحظة، والجميع يتفق على أن هذا العرف السياسي هو الذي أصبح عقدة شائكة في العملية السياسية. حسب الترتيب فإن رئيس مجلس النواب العراقي هو المكون السني بمجلس النواب العراقي وبالعراق وبالعملية السياسية، وبالتالي فإن الكتل السنية عليها أن تختار من يمثلها داخل يعني داخل قبة البرلمان ويكون رئيسها، وبالتالي حزب تقدم الفائز في أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية كان له دور كبير في أن يسمي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبالتالي بعد الإقالة ظهرت هنالك بوادر خلاف بين الأحزاب السنية وتقسمت وتشنطت هذه الأحزاب إلى ثلاث أحزاب أو أربعة، منها السيادة وحسم وعزم وتقدم، وبالتالي اليوم ظهرت يعني كتل سياسية جديدة أو تلفت هذه الكتل فيما بينها وحولت الإطار فيما بينها، وأيضا بدعم من الإطار التنسيقي لا ننسى ذلك، من أجل أن يكون هنالك
تسمية رئيس مجلس النواب، يعني من أجل أن يكون هنالك يعني رئيس مجلس النواب من هذه الكتل، لا يفكرون في مصلحة البلد والمواطن، بل يفكرون في مصلحة الأحزاب السياسية. هذا المتعارف عليه حتى هذه اللحظة، وما يقوله الشارع العراقي والمراقبين بأن الكتل السياسية لو اتفقت، السنية لو اتفقت، لا أخرجت لنا رئيس مجلس نواب. يعني الحديث يطول بهذا الموضوع، لكن أبرز حديث المراقبين السياسيين وهم يقولون: هل المكون السني من شماله إلى جنوبه لا يوجد فيه رجل قيادي يقود العملية السياسية، يعني يقود مجلس النواب العراقي؟ وبالتالي المكون السني يختلف فيما بينه بين الكتل السياسية، ويريدون أن يغلبوا مصلحة الأرقام والمغانم والمكاسب على مصلحة المواطن والدولة. وبالتالي هذه الأحزاب تحاول أن تسمي شخص من يعني من حزبها، مثلا السيادة وعزم بدأوا ب يعني التكتل بكتلة واحدة، وبعض يعني القياديين من الموصل وما إلى ذلك بدأوا بالتكتل بكتلة واحدة من أجل أن يكون هنالك رئيس مجلس نواب. المنصب هو لحزب تقدم حسب العرف السائد، على اعتبار حزب تقدم هو الذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات ولديه أكثر من 40 مقعد. وبالتالي كل هذه الخلافات تأثيرها الواضح والصريح على العملية السياسية في العراق، وكذلك على المواطن بالعراق، على اعتبار منذ أشهر عديدة ولم تقر قوانين مهمة داخل مجلس النواب تخدم المواطن العراقي، لم تقر قوانين من أجل شريحة الفقراء داخل العراق، ومن أجل السياسة الخارجية داخل العراق. وبالتالي لا تقر هذه القوانين إلا إذا ما يكون رئيس مجلس نواب بالأصالة وليس بالوكالة. وبالتالي لا يوجد لدينا رئيس مجلس نواب بالأصالة، والبرلمان متعطل فقط في القضايا الشكلية، يجلس البرلمان العراقي من أجل مناقشة بعض الأمور يعني السطحية نوعا ما. وبالتالي نتمنى أن يكون هنالك اتفاق والرجوع إلى يعني عجلة العملية السياسية وإقرار قوانين تخدم الشارع العراقي. نعم معتز، يعني أيضا هناك سؤال تناولت اليوم صحيفة العرب اللندنية فيما يخص يعني الشأن العراقي عن زيارة رئيس النظام التركي رجب أردوغان. يعني النظام التركي قال بأنها زيارة ستكون لها نتائج اقتصادية، وأيضا تم توقيع تفاهمات واتفاقيات كثيرة في هذا المجال، ولكن ما زال ملف المياه يعني لا تقدم فيه. نعم بكل تأكيد، والدليل على سؤالك إسماعيل أنه وزير الموارد المائية السيد عون دياب قبل يوم أو يومين في إحدى لقاءاته التلفزيونية أكد بأن كل ما تتحدث به تركيا هو شكليا بلغة الأرقام وبلغة كل هذه التفاصيل، أما فعليا وعلى تطبيق وعلى أرض الواقع فهي تقتل العراقيين عطشا ولا تفيدهم بأي شيء في ملف المياه. يبدو أن زيارة السيد أردوغان المرتقبة منذ 13 عاما ولحد هذه اللحظة، قبل أسبوع أو أسبوعين، ورئيس النظام التركي داخل العراق ويريد تنفيذ أجنداته، يبدو أنها فشلت فشلا ذريعا، على اعتبار لا توجد هنالك اتفاقات. رئيس النظام التركي أتى إلى العراق من أجل مصلحة يعني مصالحه ومغانمه السياسية، ومن أجل طريق التنمية، وبالتالي لا يكترث إذا ما تم توقيعه ما إلى ذلك. وبالتالي وقع في شراكة مستدامة مع على طريق التنمية الذي يريد أن يكون هو اللاعب الرئيسي فيه، وبالتالي هنالك سياسيين عراقيين رفضوا هذا الموضوع. أيضا كان يريد أن يكون هنالك يعني اتفاقية أمنية، وبالتالي يريد أن يحتل العراق، ولكن لله الحمد كان هنالك رفض شعبي قاطع، وأيضا رفض سياسي من قبل السياسيين وحتى الحشد الشعبي العراقي رفضوا هذا الموضوع، ورجع خالي الوفاض. فيحاول رئيس النظام التركي وتركيا المساومة مرارا وتكرارا بالمياه الذي مصدرها من الله إلى الشعب العراقي، وبالتالي يريد أن يستخدم كل القدرات الحياتية للضغط على الشعب العراقي ومنها المياه. لكن هنالك يعني اقتصاد قوي، العراق يستورد بمليارات الدولارات من العراق شهريا، وبالتالي باستطاعة العراقيين الضغط على تركيا من أجل هذا الموضوع. الموضوع اليوم أصبح الشعب العراقي
واعي لما تلعبه تركيا في المنطقة وما تلعبه في العراق، والسياسيين العراقيين أصبحوا واعين لما يلعبه النظام التركي داخل الأراضي العراقية والاحتلال التركي وتمدده وتوغله، وبدأوا بالرد وبالردع لهذا النظام. حتى في هذه الأيام القليلة لم نرى قصف متكرر سوى مرة واحدة، على اعتبار قبل شهر كان قصف متكرر. هنالك ملفات كثيرة، بما أن يعني العراقيين وكذلك بعض السياسيين العراقيين بدأوا بإرسال رسائل واضحة للنظام التركي بأننا نعم. واعين لما تفعلون ولا تتدخلون بالعراق مرة ثانية، وسوف تطلق الحصص المائية. وحتى بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا إسماعيل، هنالك موجة أمطار كبيرة في العراق، وبالتالي حتى هنالك هاشتاجات لا داعي أو لا حاجة لنا بتركيا، فالأمطار الغزيرة ملأت نهري دجلة والفرات وكذلك البحيرات لا داعي لنا بتركيا، فإن الأمطار من الله ولا يخطأ علينا المياه. وبالتالي حتى يعي العالم ويعي شعوب المنطقة بأن النظام التركي ماذا يفعله من قتل وتعطيش وتهجير وما إلى ذلك في العراقيين وحتى في سوريا وبعض المناطق. من بغداد مراسلنا معتز أيوب، جزيل الشكر على هذه المداخلة.